بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه اجمعين. الاخوه الحضور، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لن اطيل عليكم ولكن ان اذكر ومضات هكذا. اما الاولى فقد ترددت اليوم عند العبارات الجندي المشهور، الجندي المشهور يذكر بعض الناس عندنا في الشام ان امراه عجوز جاءت الى جزار بخروف وقالت له: يا اخي اريدك ان تذبح لي هذه الاضحيه. فقال: طيب. مسك الخروف وقال: اللهم هذه اضحيتي فتقبل مني. بسم الله الله اكبر. فضحكت العجوز، قال: ليش عم تضحكي؟ قالت له: الله بيعرف مين دفع ثمنها. شو قالت له؟ الله بيعرف مين دفع ثمنها، يعني الشغله مو بكلامك. انتبهنا كيف؟ فاذا ما في شيء اسمه مجهول. انتبهنا كيف؟ واسروا قولكم او اجهروا. انه جل جلاله عليم بذات الصفات. كلنا رابح، كلنا رابح. حافظ القرآن رابح، محبه رابح، الداعم المالي رابح، الأهل إن شجعوا ولدهم رابحون، الولد إن أقبل بصدق رابح، ما فينا خاسر إن شاء الله. فكل هذا المجلس بالنية يتحول إن شاء الله إلى مقبول عند الله عز وجل. والأمر الثاني وجهه إلى الإخوة الذين قاموا على هذه المسابقة. أقول لهم: يا إخوتي، أرأيتم لما تعاونتم ماذا كانت الثمرة؟ يعني لو تلتفتون، فأنا كنت جالس مالي منتبه مين في وراء ظهري، لكن الآن أراكم. مين جمع هؤلاء؟ مين جمع الأشخاص؟ ومثلهم في القاعة الأخرى التي فيها أكثر من ألف. طيب مين جمعهم؟ ومن كم مدينة جاءوا؟ والله ما أتى بهم إلا الله عز وجل. والله لا يبارك إلا في العمل الذي بوجهه خالص سبحانه وتعالى. وهذا الإخلاص سر بين العبد وربه، لكن له علامات. الإخلاص لا يعلم لأنه مكانه القلب، لكن له علامات. من علاماته أن الله عز وجل يلقي له القبول. فهذا القبول لهذه المسابقة، الله عز وجل الذي ساق هؤلاء النساء وهؤلاء الرجال والنساء ليحضروا هذا الحفل في هذه المسابقة في عامها الأول. وأنتم تعلمون عادة أن العام الأول يكون عام يعني في تجارب، وممكن يكون في فشل، ممكن وممكن. ما لي شايف فشل، أنا شايف قمة النجاح، مو نجاح، قمة النجاح. فأسأل الله أن يكون هذا دليل على رضا الله عز وجل على هذه المسابقة. وأعود فأذكر نفسي وإخواني بسبب تعاونكم، فأدينوا هذا التعاون، رسخوا وعمقوا هذا التعاون. وكم أفرحني كلمة أخي محمد آل رشيد لما قال أنه إن شاء الله في كل مدينة كبرى في ألمانيا يكون هناك تحفيظ قرآن. في كل مدينة هكذا تبدأ إخواني، أن الحقائق القوية تبدأ فكرة، تبدأ رغبة، لكن بالاستمرار، بالصدق مع الله عز وجل، بالثبات، تتحول الفكرة إلى حقيقة ملموسة. وأما الرسالة الأخيرة فأوجهها إلى الآباء والأمهات. أيها الآباء والأمهات، كثيرا ما نسمع، وأنا أب مثلكم، أننا يقول الواحد منا: أريد أن أؤمن مستقبل أولادي. ما تسمعون هذه العبارة كثيرا؟ شو عم يعمل فلان؟ والله عم يشتغل. ليه؟ بده يأمن مستقبل أولاده. ترك مرته وأولاده مثلا في بلده وسافر إلى إحدى دول الخليج ليعيش لوحده سنوات طوال. ليه؟ بده يأمن مستقبل أولاده. ألا نسمعها كثيرا هذه العبارة؟ طيب بالله عليكم، ما هذا المستقبل إن كان 30 40 50 سنة؟ هذا مستقبل؟ لا. شو قيمة ال 40 وال 50 سنة؟ يعني على عمل هكذا تمضي هذه السنوات. المستقبل الحقيقي أن نكون في الجنة، هذا المستقبل. الحياة التي لا نهاية لها، هذا المستقبل. أما 40 سنة و50 سنة هذا مرحلة. لا مانع الإنسان أن يؤمن
مرحلة أولاده في هذه الدنيا على أن لا تطغيه ولا تعميه ولا تشغله عن تأمين مستقبل أولاده الحقيقي أن يكونوا معه في الجنة. فنصيحتي لكم يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، خططوا كيف تكونوا أنتم وأولادكم في الجنة. من جملة ما يجعلنا في الجنة نحن وأولادنا كتاب الله عز وجل، كما سمعنا الآن من فضيلة الشيخ هادي حفظه الله. من جمع القرآن وعمل بما فيه ألبس الله والديه تاجا من نور يوم القيامة. وقبل أن أكمل الحديث، انتبهوا إلى كلمة ألبس الله والديه تاجا من نور. في شيء بعلم البلاغة يسموه المفهوم الضمني. المفهوم الايه؟ الضمني. يعني معقول أمه وأبوه يكونوا بجهنم ويلبسهم تاج من نور؟ إذا الحديث فيه بشارة ضمنية بمغفرة ذنوب الأبوين. وكأنه قال: من جمع القرآن وعمل بما فيه غفر الله لوالديه. تعالى كما نفعل في برنامج كيف نقرأ القرآن، عسى يعني أن نأتي يوم القيامة نقول: يا ربي أنا دخلت في سلسلة القراء بقراءة سورة الفاتحة. الله يدخلنا وإياكم في هذه السلسلة العظيمة ولا يخرجنا منها أبدا يا رب العالمين. بنية التلمود أقرأ ثم تقرأون خلفي بصوت واحد لو سمحتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. عم بتقولوا عليهم، ما بصير هي خطأ، هي صواب. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم. أيوة. ولا الضالين. ولا الضالين. لا، اللام بدنا نسيبها مشددة. الله يرضى عليكم، يعني الآمين. ولا الضالين. ولا الضالين. لين بدك تجيب النون. ولا الضالين.